وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف إلهام لي تشاو، صحفي ونائب رئيس التحرير بمكتب مجموعة الصين للإعلام في الشرق الأوسط. بعد التحية سيد إلهام، هل توضح لنا أهمية زيارة جلالة الملك المعظم إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة؟ نعم، أولا وقبل كل شيء شكرا جزيلا لدعوتكم. في الحقيقة عندما نتكلم عن أهمية هذه الزيارة، زيارة لجلالة الملك إلى الصين، نتكلم لزيارة بعد 11 عاما منذ زيارة جلالة الملك إلى الصين في العام 2011، وأيضا هذه الزيارة جاء بعد انعقاد القمة العربية 33، وكان هناك العديد من الأزمات الإقليمية ودولية، لذلك هذه الزيارة زيارة لتوحيد المواقف ليس فقط بين الصين ومملكة البحرين، بل أيضا بين الصين والدول العربية، لتوحيد المواقف السياسية مهما كانت لأزمة غزة، وأيضا للأزمات الإقليمية ودولية الأخرى. وأيضا لاحظنا اليوم أن هناك إعلان مشترك من قبل الصين ومملكة البحرين لرفع العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة، وهذا أمر مهم جدا. وأصبحت مملكة البحرين من الدولة الثالثة لتأسيس العلاقات لشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين في دول الخليج. وبالإضافة إلى ذلك طبعا، في عندما نتكلم عن التحديات المشتركة التي تواجه الصين ومملكة البحرين، بحاجة إلى التعاون أكثر ثبات بين الجانبين لمواجهة هذه الأزمات. نعم، وما هي قراءتك سيد إلهام لاتفاقيات التعاون التي تم توقيعها بين البلدين الصديقين؟ نعم، هذا موضوع مهم جدا. فبالنسبة إلى الصين ومملكة البحرين، هذه اتفاقيات مهمة جدا. فلاحظنا هناك اتفاقيات حول تعزيز التعاون في البنية التحتية، وأيضا في المجال الطاقة، وأيضا في المجال التكنولوجيا، وأيضا لاحظنا هناك الاتفاقية أو مذكرات التفاهم للتعاون بين الجانبين، خاصة للتعاون للإعلام. لذلك يعني نحن كلنا نعرف أن دور الإعلام مهم جدا في عصرنا الحالي، لذلك هناك حاجة ماسة بالنسبة للصين والدول العربية وبمثابته مملكة البحرين. وبالإضافة إلى ذلك يعني نحن كلنا نعرف أن هناك رحلة الأولى المباشرة بين بحرين والصين في الأيام الأخيرة بين بحرين ومدينتين غوانجو وشانغهاي الصينيتين. لذلك يعني هذه الاتفاقية كما قلت قبل قليل هي إخلاص للإنجازات التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة، وأيضا التطلعات للمستقبل المشترك المشرق بين البلدين، وخاصة عندما نتكلم عن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومملكة البحرين. نعم، إلهام لي تشاو، صحفي ونائب رئيس التحرير بمكتب مجموعة الصين للإعلام في الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك.